السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم تلاميذ وتلميذات المدرسة الرائدة في الحصة الثامنة من البالي جوج ديال ليسي لاب سامبل خاصة بالمستوى الثاني ابتدائي من حصص الدعم طار لمادة اللغة الفرنسية. كما جرت العادة كنبداو دائما بالفوكابولير، نكتشفوا فوكابولير جديد في هذه الحصة. هذه عندنا فاش، فيلو، لافابو، شوفال، نافيغ، فاليز. ثم توقف الفيديو وتبقى تشير ليه لكل ايماج ويقول لك السمية ديالها. هنا تسول شنو هما لي زيماج اللي ناقصين هنايا، غادي تكتشف بلي عندنا فيلو ثم لافابو. من بعد غادي نمشيو لي ليتر. عندنا لا ليتر في كي في لو سون ف، نقولو ف ا فا، ف يو في، ف اي في، ف او فو، ذ اي في، او ذ اوف. ثم لا غادي سي لا، يحاول يقراهم وحده بوحده، ذ افا، ذ اوفو الى اخره. دونك عندنا لي سي لا، فا، ذ ايف، في، فو، في، فيو، اوف. ثم لا ميم شوز هنايا، حاول يقراهم نفس الشيء. هاد الفقرة كاينة في الكراسة الصفحة 23، يحاول يقراهم ويحفظهم. عندنا ليمو اتجاهم بحال هكا، غا في، اقرا كل مقطع بوحدو، غا في، غا في، في فو، في فو، فا لي، فا لي، في لو، في لو، في افي، في لو، غا في، في رو، في فو، في لافي، فومي، نافيغ، فولو، ريفي. إذا هذه الفقرة كاينة في الكراسة صفحة 23. ثم يحاول يقرا هادو اللي شفنا في الحصص الماضية. ثم نفس الشيء كاينة في الكراسة صفحة 23. ومن بعد غنمشيو ليكريتور، يكتب لنا فيلو، فيلو، اكتبها في اللوحة وتقول لي اكتب فيفا ثم غافي ثم فينو. ثم يمشي الكراسة يكتب هادو ويحاول يعاودهم في الدفتر. دونك بهكا كتكون الحصة سالات، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحصة القادمة.